رايح. صبار صبار أليفيرا، alright صبار على قد الكمية اللي انت عايزاها، no problem. هقولك على وصفة النهاردة هتخسسك. يس كبس، انت مالكيش دعوة بالناس اللي بتكتب عشان هما كسالة، احنا مش هنساعد الكسالة. ده بابور صبار نازل، والله عرفي كان بيعرف امك. يس الصبار كبسي، الصبار قشري، الصبار اغسلي نظفي قشري، الصبار بتاعك بالكمية اللي على مزاجك. مهمة قوي النهاردة في الوصفة اللي هنستفتح بيها دهيا، الصبار الفيرا جل الفريش يا جوه الخلاط. اهم حاجة انك تروحي للجنايني يا تشتري زرعة وتخلصيني من عند الجنايني. اشتري زرعة من عند الجنايني تكون حلوة يا واهتمي بيها عشان تكبر وترعرع، وكل ما تحتاجين تاخدي الصبار. الصبار اساس اللعبة بتاعت النهاردة. في البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. الصبار والشمام. الو كبستي ولا قاعدة زي الترومبيتة تحت؟ صبار وشمام اهم. لا استني يا اليكس هنشتمهم لسه شوي. صبار وشمام، انت بتعملي ايه؟ هعمل وصفة للتخسيس جديدة وهشربها وانا معاكو، وهكمل شغل بقى وصفيات. قطعيها حتت ومكعبات. خلاص؟ لا لسه. هات كمان من الشمام. ايه ده؟ شمام وصبار؟ اصبري هوريكي بنشرب ايه في اوروبا. يا شمام او شهد لو متاح. النهاردة عندنا شمام، مفيش شهد في البيت، في شمام بس، والجودة بالموجود عند عبد الموجود. شمام كتير ليه بقى؟ عشان هخلطه مع الصبار دلوقتي وهوريكي هنعمل بيه ايه. انا قشرته طبعا عشان وقت الناس السمين. وبرتقالة، برتقالة، برتقالة بدون قشرة اهي، هتقطعيها فوق الشمامة مع الصبارة. التقيل جاي، والليمونة اخضر اصفر المتاح المتاح. وعصري ليمونة بدون بذرة. لهوي نطتي يا لهوي، خلي بالك من البذرة. وفي بذرة تانية. اوه يا أليكسا هشيلك، اوف زهقت منك. استنوا هنا شوية اركنوا على جنبياتكم. هي بتقولي اقفليني. اغلقتك. الليمون يعصر فوق الصبار وفوق الشمام وفوق ام شرب. اي يا سوري. ليمون شمام برتقال صبار، حاجه سهله. الجديد جاي كباسي، واديني قلوب حمرا حلوه تشرف كده. يس بابي يس. يلاه نسيت حتة شمامة، هي نص شمامة كاملة كفاية. يس نص شمامة كاملة كفاية اهي. هنا المية اللي هتستعمليها هنا حاجة عمرك ما عملتيها قبل كده في حياتك. من لندن نحن نقول لكم انه في شيء اسمه الصمغ العربي.
الصمغ العربي من عند العطار. الصمغ العربي بيعمل تخسيس للجسد لو شربتيه لمدة شهر مع إحصائية اتعملت عند أطباء عشان يفهمون لماذا الصمغ العربي لما بيتشرب بيخسس ويسيح الدهون اللي في الجسم بتاعك. انا دخلت عند زلقط عشان في واحدة قاعدة هنا في وسطياتكم يا كانت بتعمل لي فطير مشتت وحمامة مخنوقة، قصدي منفوخة، حمامة منفوخة يا، وكانت بتعمل لي محاشي يا عند فتة، وعملت لي فتة كوارع رجلين كلنا كل الحيوان باختصار. ايوه، وهنجيب كوبايه وهنجيب ملعقه معياريه وهناخد من الصمغ العربي بتاعنا 3 لـ5 معالق كمادي، 5 ملاعق معيارية من الصمغ العربي لأول مرة بقولها، والله ما قلتها لحد قبل كده. 1 في كوباية، 2 في كوباية، 3 في كوباية، 4 في كوباية، 5 امسح عليكي من العين يا 5 5 اروح منك فين يا 5 معالق ملاعق معيارية من الصمغ العربي. مادة الصمغ العربي هنزل عليها بماء ساخن. وهنقلبها وندوبها. عشان الجيلاتين اللي بيخرج من الصمغ العربي ده هو اللي بيخسس المسائل تحت الارداف والمعدة. والصمغ العربي اثبتت العالم كله انه الصمغ العربي بيسيح الدهون الزائدة في الكرش and في الهانش and مع ميعك. مادة الصمغ العربي تقدري ان انتي تعمليها وتسيبيها متغطية في برطمان شوية مية دافية عشان تحصلي على اللون اللي انتي شايفاه ده هون. وهحاول ان انا اكون صبورة واقلب على بال الناس الجميلة اللي معايا ما تعمل تكبيس وشير وقلوبات وحركاته. واي حد عايز يخس دلوقتي يجي يقعد معايا هنا عشان يفهم انا بعمل ايه. حتى يصبح الصمغ العربي بتاعي دايب لازم اقلبه عشان ادوبه. تلاقيش هشربه معاكي هنا وانا واقف عشان مطمنك يعني، ده علشان انا متعودة عليه وبخسس بيه، فانا لازم الجأ له تاني لانه هو من الحاجات اللي ادتني فعلا نتيجة حلوة. حاليا هياخد وقت كبير موت حتى يدوب. هاخد اللي داب بسم الله منه. تقدر انت عندك وقت الدنيا حضرتك. ادي مية الصمغ العربي واقدر ان انا احط عليه شوية مية تانية واسيبه يفك واضيفها بعد شوية مع نفسي لانه هياخد وقت على بال ما يدوب. خلينا على جنب. وهجيب الردة اللي انا عملت منها كبسولات الردة اللي هي نخالة الدقيق الردة يا. وهاخد 5 ملاعق من الردة فوق الصمغ العربي بتاعي. الردة بتاعت السمك اللي بتشوين بيها السمك، الردة اللي عملتها حبوب واستضافوني في التلفزيون عشان الناس تخس تبقى جميلة.
خالة الدقيق أو الردة باللغة المصرية بيكون لونها بالشكل ده. ردة، صمغ عربي، صبار، فواكه الموسم أينما تتاح، بطيخ لا، شمام أو شهد، برتقال عند الليمون، ممكن لو متاح جنزبيل، ممكن ما انتش محتاجاه في الخلطة دي جنزبيل، لان انا في ناسف اصلي اللي هو حطيناه السمغ العربي. وكمان هتاخدي نص كوباية كبيرة مزلقطة من الزبادي، وخلي النص التاني نعمل بيه حاجة تانية. يوجرت الرب، ايه ده، ده انا بقيت اعرف لغات. اي والله يا اختي يا ريا، كده كده هنضربوها يا اختي مع بعضياتها، السمن العربي يس، وفي اضافة اختيارية بعد كده هحطها لك اذا حبيتي، اذا حبيتي يعني. انا هحطها روحانياتي، ام سوري، معلش، عشان انا بحبها. الكركم على بوز العربية، الكركم ابقى باخد فايدة، انما انتي مفيش منك فايدة طول ما انتي قاعدة كده جبلة، لا بتديني شير ولا حاجة. لما عملتها في كبسولات كل القنوات حولت الوصفة بتاعتي لكبسولات الردة للتخسيس، اما هذا احدث وصفة تخرج للتخسيس من الصمغ العربي. وشغليه وريحيه، ربنا ما يريح عدوينك يا ابي. ناو هنا نسكت قليلا، هنا نسكت قليلا، نسكت قليلا، هنا نسكت قليلا. اذا كان الشمام بتاعك زي بتاعي اللي في اوروبا، لا ليه ريحة ولا طعم ولا لون، يمكنك استعانة باللغة العربية فصحى، يمكنك الاستعانة بالعسل الابيض على الكمية دي، ملعقة كبيرة مزلقطة. اذا كان الشمام بالبلاد العربية الجميلة بتاعتكم ليه طعم وريحة ولون، لا تستعملي العسل الابيض، لان برتقان حلو عندكم، شمام حلو عندكم، عندنا هنا الفاكهه موجوده لكن مش بنفس الطعم، عشان ابلعها مش هقدر ابلعها من غير عسل انا، يا مش هيأثر معلقه العسل الكبيره بتاعتي هنا على الوصفه بتاعتي. بلجيز هاني من احسن انواع العسل، اي عسل نحل عندك تقدري تعملي منه معلقة. اذا حاجتك وفواكهك طعمها حلو ومعسل، انتي مش محتاجة للعسل، انت عندك العسل كله.
انتي جميله ومعسله يا اختي. يا دلع ما دلع صحابي كده كده. انا دخلت الماده بتاع العسل عشان ادمجها مع الصبار والدرينك المكتشف اخيرا على الميديا ناو قدامكم من الصمغ العربي. ولو اوريكم كيس الصمغ العربي اللي عندي قد ايه، قد كده شوال اقسم بالله ما بستغناش عنه. أصبح عندي زجاجة أو زجاجتين ناسفتين للهنش والمعدة والظهر والتكلكعات اللي بتبقى موجودة تحت في بطنك، الدهون المتكتلة اللي هي أصلاً بتكون تحت صدرك، كل ده بيروح من الصمغ العربي مشروب. وناو هأنزل بيه في زجاجة عشان أحفظه في التلاجة. وكده أقدر أقولك إنه العصير بتاعك جاهز. تعملي منه كمية كبيرة تحفظيه في التلاجة، مش هيجرله اي حاجة. ده سلاحك لو عاوزة تخسي، ده سلاحك لو انتي عندك سمنة مفرطة تحت الجلد، ده اللي احنا في اوروبا بنشربه واخيرا الدكاترة في اوروبا اعترفوا بيه، اعترفوا بوجود الصمغ العربي وقالوا ان هو الشيء اللي فعلا بيجيب نتيجة، وعملوا بحث مع ناس عشان يتأكدون. خلينا علشان ابقى فاضية في ازازة تانية فاضية عشان يتأكدون ان هو فعلا بيخسس ولا لا. طعمه جبار، الردة عاملة شغل جوه، الزبادي يا ناس ملوش اي اثر، اندمج بس جوه الشمامة. مفيش اي طعم للصمغ العربي في العصير. تقدري تشربي منه زي ما انت عايزه ان شاء الله طول اليوم. وانت هتفضلي تشربي وسايبانا يا ابي. عشان اقول لك ان انا متعوده عليه. اما ازود شويه كمان عشان بعد شويه اشربه، ودول يعملوا ازازه كمان. خليها هنا على جنب. تشتقلي حلوة يا اللي قومي استحمي.